بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مش هيسيبك الحقيقة. في فترة الصيام بنتمتع بقرايات النبوءات، وعندنا شخصيتين شغلوني الفترة دي وأنا بفكر معاكم في كمية الألام والأوجاع والأحزان والشكاوى والشكوك. لقيت أنه أكتر اتنين حاسين بالناس قوي هما أرمية وأيوب. الاتنين بيعيطوا والاتنين موجوعين قوي، وإن كان ده موجوع الشعب اللي داخل على خراب وسبي وموت بمئات الألاف، والتاني موجوع جدا على أولاده على ماله على حاله على صحته. بس الاتنين مدينها بكاء وعويل، وعندنا مراثي أرمية بتقابلنا، وعندنا بقى حوار أيوب ده شغلنا طول الصيام. أنا حاول أتخيل حوار بين اتنين يعني بيتبادلوا النواح والشكوى. أنا الوعظة دي مش هتطلعوا منها بحاجات كتيرة قد ما هي هتقول لنا بس أنه رجال الله وأنقى ناس وأقدس ناس في التاريخ وأغلى ناس عند ربنا حسوا بيكم وبكوا معاكم وقالوا اللي أنتم مش عارفين تقولوه كمان. فتعالوا نعيش شوية كأننا حوار بين أرمية وأيوب. هبتدي بأرمية الأول. رغم ان ايوب اقدم، اللي عاوز يفهم تاريخيا ايوب ده حوالي 1800 قبل المسيح، في زمن مثلا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، كانش لسه في شريعه ولا موسى ولا. انما ارميه لا، ده قبل السبي، يعني احنا في القرن الخامس والسادس قبل المسيح، فبينهم اكتر من 1000 سنه. لكن الاثنين غالين على ربنا جدا وليهم كتب مقدسه في العهد القديم ومحبوبين من كل الآباء ومن فكر الكنيسة. أرميا 10 بيقول إيه؟ اجمعي من الأرض حزمك أيتها الساكنة في الحصار، لأنه هكذا قال الرب: ها أنا دارامي من مقلاع سكان الأرض هذه المرة وأضيق عليهم لكي يشعروا. هو عرف أن ربنا ناوي يضيق على ناسه، وأنه الناس هتلملم في حالها بالعافية كده من كتر الخراب اللي هيحصل. هو سامع كده وعمال يقول للناس توبوا ما بيتوبوش، فيقول إيه؟ ويل لي. هو يعني اللي جه عليه بقى يعني يا ويلي. طب يا حبيبي أنت لوحدك ماشي مع ربنا، ولا ليك ولا لا عليك، وأنت مش قادر يشوف كل الناس هتتوجع الوجع ده كله ويسكت. ويل لي من أجل سحقي، ضربتي عديمة الشفاء. ودي لسه سمعها من حد قال لي أنا ضربتي دي ضربة دي ملهاش حل، اللي راح مني ده مش ممكن يتعوض مهما حصل. هو الكلام ده قالوا القديسين: ضربتي عديمة الشفاء، فقلت إنما هذه مصيبة فأحتملها. يعني بقى يحايل نفسي يقول طب استحمل مصيبة زي أي مصيبة، استحمل يا أرمية. خيمتي خربت، كل أطنابي قطعت. يعني إيه؟ الخيمة خربانة والأطناب اللي هي اللي كانت بتشد الخيمة تقطعت كلها، يعني البيت خرب. بنية خرجوا عني وليسوا، راحوا ما رجعوش، زي أيوب عيالي راحوا ما رجعوش. ليس من يبسط بعد خيمتي ويقيم شققي، يعني خلاص مش هتقوم تاني الحكاية. فين إحساس المرارة بتاع أنه السعادة راحت مش هترجع، وأن الناس اللي راحت دي مش هترجع، وأن الخراب ده أصعب كتير من أن يحتمله إنسان؟ طب ده أرمية بيتكلم بالروح القدس. الروح القدس نطق واحد من أغلى الناس عند ربنا بمشاعرنا بأوجعنا، فقال ويل لي من أجل سحقي، يعني أنا ربنا سحقني كده، وضربتي عديمة الشفاء، وقلت طيب خلاص مصيبة استحملها مش قادر استحملها. إذن أحبائي ساعات تبقى في خسائر فعلا مهما قلنا للناس، صدقوني لازم نسكت لأن الكلام ما يريحش. مش ممكن وجع أم فقدت ابنها أو زوجة فقدت زوجها، ولا حد خسر كل حبايبه، مش ممكن تعرف تقول كلام يريح يعني. فهنا بيقول قلت، واحد بيحاول نفسه، إنما هذه مصيبة فأحتملها. لكن أي واحد مجرب زي كده بيبقى عنده أسئلة مش راضية تطلع من دماغه، وجعاه وما عادش فينا بيعرف يجاوبه. طب ليه حصل كده؟ طيب استحملها ازاي؟ طيب اشمعنى أنا؟
دول 3 أسئلة صدقوني ما شفتش حد من اللي عندهم تجارب شديدة مش بيفكر فيهم، حتى لو بيصلي كتير ويصوم كتير ومسلم لربنا السؤال متعب. ليه؟ طب أعمل إيه؟ طب وش معنى أنا؟ ودي عدت على كل الأبرار المتضايقين. في نفس الإصحاح أنا شغال أرميا الأول، فبيقول إيه بقى؟ عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، يعني الإنسان ما يفهمش سكته. الواحد فينا ما يقدرش يجاوب على نفسه، ما يعرفش حياته ماشية إزاي، ما يقدرش يرسم خطته للمستقبل. أنا عرفت خلاص أنه ما أقدرش أحط بكرة يمشي إزاي. ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته، يبقى الواحد فينا لا يعرف بكرة ولا بعد بكرة ولا يقدر يعني يتخيل مستقبل. خلاص يا رب شفتها واضحة، فيش داعي بقى إيه للأحلام البعيدة وللتخيلات الكتيرة. أنا مش عارف أنا رايح فين بعد اللي شفته ده. إذن في معرفة دخلت هنا اسمها أنا عرفت أن أنا صغير قوي، وأن أنا يعني كنا بنقول هنروح ونعمل ونجيب ونشتري ونحط، طلع أن إحنا إيه، عرفت يا رب، عرفت أن البني آدم ده ملوش أنه يقول كده. يعني في نفس الإصحاح أرمية 10 أرجع شوية كده، هو بيتأمل في ربنا وموجوع جدا على شعبه لأنه بيحب الناس جدا وشايفهم شباب هيموتوا بالألاف وهيتترملوا أرامل كتيرة جدا وعيال صغيرة هتموت وهتيجي مجاعات بسبب السبي ده، حاجات صعبة جدا هتاخد ألاف. يقول صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه، ودي بنقولها على فكرة في قراءات البصخة، خلي بالكم جمعة كبيرة. صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته بفهمه، بسط السماوات، إذا أعطى قولا تكون كسرة مياه في السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الرياح من خزائنه. هو ليه بيقول كده؟ عاوز يقول ربنا ده كبير قوي، ده السماء والأرض شايلها شايل، ده هو اللي بسط السماء وهو اللي مخزن المية وهو اللي بيعمل الرياح. بلد كل إنسان من معرفته، يعني الإنسان عشان يقول عارف ربنا لا لا لا، مهما قلنا لا لا، احنا بلدة يعني بليت في معرفتك يا رب، يعني أنا صغير أوي. ده اللي قاله بقى أيوب في آخر السفر، قال له طلعت ما عرفكش، فأنا بليد لأنه أنت كبير أوي أن أنا أعرفك. بلد كل إنسان من معرفته، خادية كل صائغ من التمثال، يعني الناس راح تعمل تماثيل تجري ورا فلوس وتجري ورا مناظر ومش شايفين التجارب والألام اللي جاية دي. كنا مع أرمية، هروح شوية لأيوب وارجع لأرمية. أيوب بقى كان خلاص فضبي وابتدوا صحابه يحاولوا يقولوا له كلام أمشط فيهم، يعني ما استحملش، قد كرهت نفسي حياتي، سيبوني أسيب شكواي، يعني ما حدش يحسني، سيبوني أقول اللي أنا عاوز أقوله، انتوا هتقعدوا تقولوا لي ما يصح وما يصحش، فاضل ايه؟ سيبوني اطلع. انا كرهت حياتي اساسا، اسيب شكواي، اتكلم في مراره نفسي. عشان كده ايوب بيعبر عن مراره ناس كتيره قوي يمكن ما عندهاش القدره على التعبير. قائلا لله لا تستذنبني، ليه مطلعني مجرم كده؟ ليه عملت فيه ده كله؟ قد كده انا وحش؟ فهمني لماذا تخاصمني؟ الأسئلة اللي قلناها، ليه؟ لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم؟ طبعا ممكن واحد يقول لا أيوب عيب ما تقولش كده، عيب تقول لربنا ظالم، بس هو طب ده إحساسه، أنا اتظلمت كتير قوي اللي حصل. أحسن عندك أن تظلم؟ أن ترذل عمل يديك، تكره حاجة عملتها بإيدك؟ طب أنا حاسس إنك بتكرهني دلوقتي، وتشرق على مشورة الأشرار. ما دي كانت تعبة أرمية برضه، انه في ناس مرتاح وحياتهم باين عليها الشر اكتر مننا كتير، حاجه تلخبط بصراحه. وبعدين الك عين بشر، يعني انت ممكن تضحك عليك، ممكن مثلا يعملوا حاجه يضحكوا عليك كانهم ناس كويسين فانت تتغش، معقول؟ ام كنظر الانسان تنظر، ايوب بيحاور الله صعبان عليه، أيامك كأيام الإنسان، يعني لو عمرك صغير زينا كنت أقول حكمك غلط، بس أنت مش عمرك صغير ويطلع حكمك غلط. أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي،
واقف لي على الغلطة، تفتش على خطيتي. إذن أيوب راح أخذ بينا في حتة تاني، إنه ليه ده كله واستحمله إزاي، وإذا كان بسبب خطيتي طب عملت إيه في الدنيا عشان يستاهل كل العذاب ده. في نفس الإصحاح أيوب 10، أنا ابتديت أرمية 10 ورحت أيوب 10. لماذا أخرجتني من الرحم؟ دي كلمة صدقوني بيحس بيها كل متألم، يا ريتني ما اتولدت، يا ريتني ما عشت يوم في عمري، يا ريت كل ده كان يختفي كأني ما جيتش الدنيا دي خالص. مش بس يا ريت نموت، ما هي دي معروف، لا ده كمان يا ريت القصة ما كانتش ابتدت خالص. يعني أم مرة تقول يا ريتني ما جبت عيال، طيب مش بعد ما أجيبهم أشوفهم يموتوا قصادي؟ يا ريتني ما اتجوزت، بعد ما اتجوزت وحبيت الراجل يروح مني؟ كلام صعب. لماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم تراني عين. كان من سكات كده وأنا في بطن أمي كنت مت وخلصت. كنت كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر. ده بيتمنى لو الزمن يرجع وتبقى القصة كده، يعني إيه بسط في بطن أمه وخلص. أليست أيامي قليلة؟ أترك كف عني فأتبلج قليلا. يعني إيه؟ كفاية كف عني، عاوز أرتاح، عاوز أخد نفسي أو خدني، عاوز أرتاح بأي طريقة لكن مش قادر أعيش في الجو ده. طيب نروح لأرمية، هما بيتبادلوا بالمراسي والبكاء. فبيقول إيه أرمية؟ على الجبال أرفع بكاء، يعني عاوز يعيط أنطلع في حتة عالية عشان يبكي قدام ربنا بس. ومرساة على مراعي البرية ندبا، عارفين اللي بيندب. فأرمية قلبه وجعه جدا لأنه ده هيشوف آلاف الأرامل والأمهات الثكلى كل ده هيشوفه، هو أب طيب قوي كل الشعب ده عياله. فإن كان أيوب موجوع على أسرته، أرمية موجوع على شعبه. على الجبال أرفع بكاء ومرثى على مراعي البرية ندبا لأنها احترقت، كل المراعي دي اتحرقت. فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت ماشية، من طير السماوات للبهايم هربت مضت. يعني الدنيا خربت خالص، وهي فعلا بعد السبي أورشليم دي بقت مهجورة تقريبا. لا تسمع صوت موسيقى ولا صوت رأس ولا صوت الأفراح ولا التجارة ولا الشوارع فضيت والدنيا خربت، وكل بيت فيه عويل وحاجة صعبة أوي. أجعل أورشليم رجما كأنها شوية حجارة، ومأوى بنات آوى، يعني التعالب والديابة سكنوا خلاص، ما هو مفيش بشر. ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ يعني يا رب يمين يبقى عنده حكمة يفهم ده كله. ليه ده كله؟ ليه الوباء الشديد ده؟ ليه كمية الناس الضحايا اللي راحت دي؟ طيب برضو الحكمة فين ورا ده كله؟ الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر. طب اللي ربنا قال له حاجة يقول لنا، يقول لنا إيه اللي بيحصل؟ لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا به. طبعا في ناس ما بتحبش هذا التفسير، أن ربنا بيقول من كتر الشر بيحصل ده كله. لكن مش كل شخص راح السماء كان شرير إطلاقا، في قديسين كتير، ولا كل واحد تألم، لا، ما الألم بتيجي للقديسين. لكن في حكمة عالية من وجود هذا الألم في العالم، دعوة للتوبة. يبقى كنا مع أرمية 9، نكمل أرمية 9. بيقول إيه؟ هكذا قال رب الجنود، تأملوا وادعوا النادبات فيأتينا. يعني إيه؟ أقعدوا كده فكروا ليه بيحصل كده. يبقى أرمية ودموعه في عيني عمال يقول لنا طب ما نقعد سوا نفكر، طب ليه بيحصل ده كله؟ تأملوا وهاتوا اللي يبكوا معاكم، هاتوا النادبات وارسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا، يمكن حد عنده حكمة يقول لنا حاجة تهدينا. يسرعنا ويرفعنا علينا مرثاه، يعني كل اللي هيجي يشوف حالنا هيبكي معنا. وده اللي عملوا أصحاب أيوب لو تذكروا، أول أسبوع ما قدروش ينطقوا من كتر المنظر الصعب. الراجل يا عيني اتعدم خالص وجسمه اتسحل خالص، وقرح ضربة من رأسه الرجليه، ولا في فلوس ولا في عيال ولا في زوجة، كله راح.
تذرف أعيننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء، يعني يلا نبكي مع بعض يمكن البكاء المشترك يريح. لأن صوت رثاية سمع من صهيون، كنيسة لازم تبكي على أولادها، كنيسة لازم تشارك كل الناس الدموع، ودموع الكنيسة غالية عند ربنا. سمع من صهيون صوت رثاية، كيف أهلكنا خزينة جدا لأننا تركنا الأرض لأنهم هدموا مساكننا. ده أرمية. اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، ولتقبل آذانكم كلمة فم، علمنا بناتكن الرثاية. طبعا معنى صعب، يعني يعلموا العيال يبكوا، هي مقصود بها علموا بعض التوبة قبل ما تيجي الأيام الصعبة. لأن الموت طلع إلى كوانا، يعني الموت طلع كده زي حاجة بتتسلق الحيطان ودخلت البيوت. فاكرين الملاك المهلك ما كانش يقدر يدخل، لا، هنا الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال والشبان من الساحات. تكلم هكذا يقول الرب، وتسقط جثة الإنسان كدمن على وجه الحقل، يعني بقت الجثث كده إيه، كترت قوي ما حدش باصص لها. وقبض وراء الحاصد، عارفين الحاصد لما يكون شايل الحصاد ويقع منه شوية قبضة شوية يعني شعير ولا حاجة ما يبصش عليهم، بقت الجثث كده. طيب نروح على عمنا أيوب، يرد على أرمية يقول له لو دعوت فاستجاب لي. أنا دلوقتي سبت 10 ورحت لتسعة وباخد من أرمية شوية ومن أيوب شوية. فهنا أيوب 9 يقول إيه؟ لو دعوت فاستجاب لي، لما آمنت بأنه سمع صوتي. عارفين اللي يقول أنا بقيت أشك في روحي خلاص، يعني يوم ما بصلي وبلاقي استجابة برضو لا، ما أنا خلاص ما بقيتش فاهم حاجة، بقيت متشكك، ما يمكن صدف. عارفين بقى اللي تخبط جامد قوي تلاقي مخه لف كده. فبيقول حتى لو سمع لي أنا ما بقتش مصدق، لما آمنت أنه سمع صوتي. ذاك الذي يسحقني، ما هو بعد ما سحقني ما بقتش قادر خلاص أثق، بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب، لا يدعني أخذ نفسي. تعبير فظيع، لما تيجي ربنا يحمل كل تجارب ورا بعض مش مخليني أخذ نفسي، مش ملاحق، ولكن يشبعني مرائر، يعني مش حتى دقت المر، لا ده يشبعني مرائر. دي بتتقال على المسيح يوم الجمعة الكبير. إن كان من جهة قوة القوي يقول ها أنا ذا، وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني، يعني فيش أقوى من ربنا ولا أعدل من ربنا. وإن تبررت يحكم علي فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني، يعني أنا هروح فين فيك، أنت قوي جدا وقاضي عادل جدا، أنا كده كده ضعيف وحش، طب هقف قدامك إزاي، عاوزني كويس مش عارف أبقى كويس خلاص. ده أيوب في لحظات اليأس كان بيعبر عن وجعه. أنا الحقيقة مش بقول حاجة أكتر من أن أنا بحاول أترجم مشاعر عدت على قديسين كبار وبتعدي على ناس منكم. يمكن نتعذب بعضينا، يمكن نبكي مع بعضينا، يمكن نحس أنه إحنا مش لوحدنا في الوجع ده. إن قلت، ما زلنا أيوب 9، أنسى كربتي، يعني إيه؟ حاولت أنسى، حاولت أطلب، يقولوا لي أنسى، أطلق وجهي وأتبلج، يعني قال يعني هبتسم وحاول أنسى وريح نفسي. أخاف من كل أوجاعي عالما أنك لا تبرئني، لا ما أنا بقيت بخاف، أنا خايف منك، أنا مش عارف الضربة الجاية إمتى، أنا مستذنب، أنا كده كده بقيت وحش قدامك ومش عارف المرة الجاية العلقة جاية إزاي. فلماذا أتعب عبثا؟ دي مشاعر عند بعض الناس، واضح أنه ربنا شايفني وحش فمهما عملت هفضل وحش. ولو اغتسلت في السلك ونظفت يدي بالأشنان، الأشنان اللي هي زي الكحوليات اللي بنقعد نغسل فيها ايدينا دي، فإنك في النقع تغمسني، تنقعني كده حتى تكرهني ثيابي. طبعا كلام صعب، بس ده إحساس أيوب تجاه ربنا، أنت بتثبت علي التهمة، أنت عاوزني خلاص أكره نفسي، طب أعمل إيه أكتر من اللي أنا فيه ده؟ أروح لأرمية، لماذا نحن جلوس؟ اجتمعوا فلندخل للمدن الحصينة ونصمت هناك، لأن الرب إلهنا قد أصمتنا. بعد فترة وجع شديد وشكوى، الواحد ساعات مع الآلام الشديدة
بيتخرس خالص، مش قادر يتكلم خالص، مش عاوز يشوف حد، مش عاوز يتكلم خالص. فربنا أصمتنا، يعني إيه؟ ما هو المخ ما بيسكتش، لكن خلاص اللسان ملوش نفس لا يشكي ولا يحكي ولا يبكي، لأنه كله مش جايب نتيجة. الرب إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم لأننا قد أخطأنا إلى الرب. في لحظة تاني الواحد بيقول أيوة طب ما أنا وحش فعلا، أنا ما أقدرش أقول له رب أنت غلطان لأن أنا وحش. انتظرنا السلام ولم يكن خير، يعني تعشمت يا رب، تعشمت أن الموضوع يخلص، وتعشمت أن فلان يخف، ما لقيتش العشم ده. وزمان الشفاء انتظرناه وإذا رعب. من أصعب الأمور على أولاد ربنا لما يبقى فيه توقعات معينة ويحصل عكسها بشكل صعب. أكيد دي ربنا يحمينا بتبقى صعبة على الناس وبتبلبل الإيمان والرجاء وتهز ثقة في ربنا. أرميا يبكي بحرارة ويقول إيه؟ إحنا في أرميا 8، من مفرج عني الحزن؟ يعني يمين يطلع الحزن ده من قلبي، قلبي فيا سقيم، قلبي اللي وجعني دلوقتي هو ده صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. عارف اللي سامع حد بيبكي بحرقة وهو مش قادر يساعده؟ صوت استغاثة بنت شعبي، ألعل الرب ليس في صهيون؟ هو ربنا سابنا ولا إيه؟ أو ملكها ليس فيها؟ هو ربنا تخلى عن شعبه ولا إيه؟ لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم؟ يطلعوا بقى الملحدين يعني يضحكوا علينا ويتريقوا علينا يا رب، كده نوصل للشك ده. طيب ما زلت مع أيوب، أروح لأيوب يقول إيه أيوب؟ يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ يعني عاملني على إيدك، مفروض عملت حاجة تحبها تقوم في الآخر تفرمها كده؟ أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ طب عملتني ليه لو أخرتها صعبة كده؟ ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبنة؟ قاعد يخطخط فيها زي حتة جبنة كده. فهو قال له أنت اللي عاملني على أيديك، فأنا كنت واثق أنك بتحبني، دلوقتي مش واثق في حاجة. كسوتني جلدا ولحما، نسكتني عظام وعصب، منحتني حياة ورحمة، حفظت عناية كروحي، لكنك كتمت هذه في قلبك. علمت أن هذا عندك، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي. يعني على قد معنيتك كانت واضحة قوي وعمل كل حاجة حلوة، اكتشفت أنك أنت باصص لي ومركز مع خطاياي وما فيهاش حاجة عدلة قدامك. أيوب 9 يقول إيه؟ هو ده يمر علي ولا أراه، يجتاز فلا أشعر به. من الآيات الجميلة قوي في أيوب. ليه؟ قال أنا عارف أنك عاوز تعزيني بس أنا مش شايفك ومش قادر أحس بيك. أنا عارف أنك عاوز تطبطب علي، ليه خبرة معاك، أنت بتعدي بس أنا مش بشوفك، بتقرب قوي أنا مش بحس بيك خلاص. لأنه إذا خطف فمن يرده؟ من يقول له ماذا تفعل؟ الله لا يرد غضبه، ينحني تحت أعوان رهب. كان بالأقل أنا أجاوب وأختار كلامي معه، وإن تبررت لا أجاوب. يعني حتى لو أنا كويس أنا أقدر أقول لك إن أنا كويس، بل أسترحم دياني. هنا معناه أحبائي إيه؟ يعني يا رب أنت قريب، بتحاول تقرب مني في وجعي بس أنا مش عارف أشوفك، لأني خلاص خوف وحزن ويأس هم اللي معايا، هم اللي محاوطني طول الوقت. شفنا أرميا قد إيه محروق على شعبه ووجعه، ما عندوش غير دموع. وشفنا أيوب التاني موجوع على أولاده وعلى صحته وعلى كل حاله وما عندوش غير الدموع. الاتنين دول فين النهاردة؟ الاتنين دول منورين في السماء، الاتنين دول بيشفعوا في كل المتألمين، الاتنين دول دموعهم كانت أنهار، قعدوا فترات طويلة قوي يبكوا ويحزنوا ويكتئبوا ويعبروا عن مشاعرنا ويتشككوا أحيانا ويحطوا رأسهم في التراب ويصرخوا لربنا ويرجعوا تاني يبعدوا عن الناس مش طايقين يقابلوا حد. ويبقى واحد زي أرميا يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، أبكي نهارا وليلا، يا ليت لي مبيت مسافرين، أهج وأروح في أي حتة مش عاوز أشوف حد. وأيوب مش طايق يسمع أصحابه. إنما هؤلاء القديسين النهاردة في السماء
بقالهم آلاف السنين فرحانين جدا ويظلوا إلى آخر الدهور منتصرين. أنا بس بقول الحتة دي ليه؟ لأنه هي دي اللي توضح الصورة. آلام هذا الزمان الحاضر مهما كانت لا تقاس بالمجد العتيد. إذن تعالوا نراجع بس شوية مبادئ. الكتاب المقدس كتاب واقعي جدا، حط لنا البشر بألمهم بأوجاعهم، وفرجنا إزاي ربنا يسوع قدوس القديسين، جوازا نقول الإنسان الكامل لأن هو الإله الحقيقي المتجسد، اتصلب، بكى، اتقطع، حزن جدا. طب يبقى طبيعي لازم نحزن. أمنا العذراء أنقى قلب في التاريخ شافت ابنها بيموت قدام عينيها ومش قادرة تنزله من على الصليب وما تقدرش تخليه يقعد جنبها بقية عمرها. كل القديسين عدى عليهم أحزان كتيرة قوي. إذا أنتم مش لوحدكم، ده طبيعة هذه الحياة. في العالم سيكون لكم ضيق، كثيرة كثيرة هي أحزان الصديقين. تعالوا نفهم إذن أن الرحلة دي اللي فيها مرارة دي، طول ما احنا بنشكر ربنا ونحكي مع ربنا ونفضفض عند ربنا ونشد ونرخي مع ربنا، احنا رايحين على السماء. احنا القلب عمال ينضف، احنا الحياة عمالة تستقيم، الدواء شغال، الوجع ده دواء بيطلع مننا احسن ما فينا. انما الحياة المرفهة دي بتاخدنا في سكة وحشة قوي، ضلمة وهلاك ابدي. فالاحزان طريق للسماء، عشان كده المسيح قال طوبى للحزان الآن. طب ده ربنا مصدر كل فرح، وقال يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، وعدنا بفرح أبدي. بس في الدنيا دي يا بخت الحزانة، لدرجة القديس يعقوب يقول ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم هتولولوا. ليه؟ انتوا فاكرين الحكاية ضحك وهيصة وخلاص؟ طوبى للحزانة هنا يعني اللي داقوا أحزان من النوع ده. والأحزان عند ذهبي الفم ثلاث أنواع مقدسة: حزن توبة، واحد حزين على نفسه، ده أهم حزن في الصيام، حزن التجارب، ده اللي عد على أيوب، حزن المسؤولية والخدمة، ده بتاع أرمية. تاني حزن التوبة، طول ما أنت حزين على خطاياك وبتبكي دي حاجة جميلة جدا، دي أجمل لحظات في العمر. حزن التجارب لما تحطها قدام ربنا بالآلام والخسائر والفراق وحزن المسؤولية عن ناس بتضيع، زي بتاعت أرمية وهو حزين على شعبه اللي بيبعد عن ربنا. طوبى للحزانة يتعزون هنا وإلى الأبد. القلب على فكرة بيحس بتعزية الروح القدس في الثلاثة دول، حتى لو الدموع سخنة والوجع لسه جوه، في لمسات إلهية ما يعرفش حد يشرحها، كل واحد فيكم هيدوقها لوحده. كمان خلينا نطلع باستنتاج: لا أرمية بشر ريحوه ولا أيوب بشر ريحوه، فبلاش تعشموا أن البشر هيشيلوا المشكلة أو هيريحوا. في ناس طيبة عاوزة إيه؟ تطبطب، كتر خيرهم، لكن مش هيعملوا كتير، محدش هيحس بالوجع زي صاحبه. واللي بيزود في الكلام بيتعب، لأنه أسهل حاجة أن التعبان يقول له ما أنت مش حاسس، ما الكلام سهل، ما أنا ممكن أقول الكلام ده. فهنا العزاء عند البشر ده، خلي بالكم ما تضيعوش وقتكم أيها الحزانة في انتظار بشر معزين، هيبقوا إيه؟ معزون متعبون أو أطباء بطلون، ودي تعبيرات أيوب. الوحيد المعزي اللي قال أنا هو معزيكم، وكما تعزي الأم ابنها أنا أعزيكم. يبقى حضن ربنا بيعزي، وقفة الصلاة بتعزي، دموع الصلاة بتعزي، الخلوات ممكن تعزي، لكن الكلام مع بشر ده مش هيجيب نتيجة كتير. كالصمت مفيد، البرطمة الكتير مش دايما أفيد حاجة. أرميا بيقول لأنك أصمتنا، أصمتنا يعني خلتنا ندخل في صمت مقدس، لأنه لما يسكت لسانك قلبك بيتكلم، وربنا سامع القلب أكتر من اللسان. وأحيانا لما اللسان يصمت القلب يبتدي يستوعب اللي حصل ويفهم إرادة الله ويتقبل تعزية الله، والسماء تقرب منه قوي ويجهز إنه يروح للسماء. فالصمت ضرورة هنا.
في هذا الزمان الرديء يصمت العاقل لكلمة عاموس النبي، لأنه زمان رديء. كلامك كتير ده معناه أن الناس لا دريانة بألام ولا جربت الأحزان الشديدة، فلسه الناس بتجري وتتكلم كتير. لكن الصامتين لابد أن يحترموا جدا، لأن دول جواهم وجع شديد قوي، لكن عارفين يظل الحوار داخلي بين الإنسان وبين ربنا، وده ممكن يعمل كتير قوي في التعزية وفي التأثير بعد كده. حط كل مشاعرك في الصلاة أيا كان اللي هيطلع منك. أديكوا شفتوا أنه أرميا بيشكي ويحكي وبعدين يعتذر وبعدين يرجع يقول ليه، والتاني أيوب يخبط في الكلام وبعدين يقول طب ما أنا وحش وهو معه حقه. ماشي ماشي، طلع كله خلاص، كل اللي يعدي عليك يعني ادلقه كده في الصلاة، بس تبقى لوحدك بقدر الإمكان. الخبر الأساسي في كل كتابات الإنجيل إن ده أخرته إيه؟ أبدية. مش أخرته راحة أرضية، لا، كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط، نحن إيه؟ أشقى جميع الناس. لا لا، إحنا عنينا مش في الدنيا دي، مش هي دي اللي هتطيب خاطرنا وتريحنا، وإحنا عارفين أخرتها، لا، إحنا مستنين السماء. فهنا وعد الأبدية هو اللي فيه يمسح الله كل دمعة من عيونكم. هناك بقى مش هنا، هنا الدموع تكمل، لكن في السماء ما فيش دموع خلاص، تتوقف الدموع، بمعنى العزاء الأبدي يدخل والنعيم الأبدي يدخل. إذن إحنا مش هنفهم كتير، مش هنقدر نلاقي إجابات كافية لأسئلة كتيرة، لكن في أسرار داخلية هتحصل، في تنقية للقلب هتحصل، في قرب من ربنا هيحصل كنتيجة لكل ده، حتى لو فترة تباعد وفترة رفض وفترة غضب، كل ده جزء من خطة ربنا إنه يلملم عياله في حضنه وما يسيبش واحد يقع منه، لأنه عاوز كل أولاده في حضنه إلى الأبد. أختم بالكلمات الجميلة اللي موجودة في سفر أيوب، وإن كان قالها صديق أيوب بس الحكمة حلوة، قال هو ذا طوبى لرجل يؤدب الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، في ست شدايد ينجيك، في سبع شدايد لا يمسك سوء، في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف. مجدا للثالوث الأقدس.